يا المؤمل جينا نسأل يمتى مولاي الفرج، برضوى أم سواها أنت يا شبل الحجاج؟ كل موالي رافع ايده وبدع الندب عرج، يمتى يمتى تلفي يمتى سيدي تروي المهاج؟ مل صبرنا وانكسار يمتى تظهر عالبشار؟ مل صبرنا وانكسار يمتى تظهر؟كيف تقيم دولة العدل ودولة الحق؟ نفرض أن هذه الدولة دولة دامت وبقيت، الحاكم الأعلى متقي إلى أبعد الحدود، هنالك عشرة أعوان إليه، 20، 30، 100 معاون إليه، هؤلاء قمة في التقوى والإخلاص والأخلاق، ولكن الدولة دائما كما يقول العلماء مؤسسة صغيرة في بحر، إذا كل الموظفين مو مهيئين، إذا جميع الوزراء مو مهيئين، إذا جميع المدراء مو مهيئين، الذي في الدوائر من هو؟ هذا اللي يريد أن يمشي معاملات المواطنين. إذا هذا الرجل مو مهيئ يظلم. الإمام الصادق صلوات الله عليه كما في التواريخ لماذا رفض الحكم؟ الآن أنتوا في دولة كافرة يقولوا لكم تعالوا صير الحاكم الأعلى لهذه الدولة الكافرة، الوزراء كلهم كفار، المدراء كلهم كفار، الموظفون كلهم كفار، شنو تتمكنون تعملون في هذه الدولة؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه ظاهرا أبو سلمة الخلال بعث مكتوب للإمام الصادق، هذه الدولة العباسية تعال أن تكون قائدا لها. نفرض أن الإمام الصادق صلوات الله عليه صار قائد للدولة العباسية في دولة كل وزرائها، كل مدرائها، كل موظفيها، هؤلاء مو مهيئين لإقامة العدل، لإقامة الحق، لإقامة حكم الله، كيف يحكم؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه أخذ الرسالة وكان هنالك سراج مضاء، فأخذ الرسالة ووضعها على السراج، احترقت. المبعوث قال للإمام صلوات الله عليه شنو الجواب؟ الإمام قال هذا هو الجواب. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كان بإمكانهم في بعض المراحل التاريخية أن يحكموا، ولكن الإمام الصادق صلوات الله عليه رفض أن يكون حاكما، لأن الحكم مو هدف في حد ذاته أن تكون حاكما، لأن إذا صار حاكم يعني بدل فردا بفرد، النظام يبقى كما هو. الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما أجبر على ولاية العهد شرط ألا يتدخل في أي أمر من الأمور، لعله لأنه في مثل هذا النظام، في نظام المأمون، ما يتمكن واحد يشتغل، محاصر واحد. ولذلك لابد أن تكون الأجواء العامة مهيئة. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الذي يحقق الحلم الذي كانت تحلم به جميع الرسالات الإلهية، إقامة دولة العدل. تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تهيؤ عام،
يحتاج البشرية تصل إلى درجة تتقبل هذا الحكم. يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار، واتي بها شعواء مرهوبة تعقد ليلا فوقها من غبار. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. يا رب، ميعادك الذي وعدت به في كتابك، يا رب اغضب، فإنه قد هتك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون. القائل الذي خاطب الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة هو سيد الأنبياء. القائل هو سيد الأوصياء. القائل هما سيدا شباب أهل الجنة. القائلون هذه الكلمات قبل دقائق هم محمد وعلي والحسن والحسين. عند الفجر في يوم الجمعة تنصب منابر من نور، ويجلس عليها هؤلاء الطيبون الطاهرون الأربعة صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم، وتفتح أبواب السماء، وعند الزوال يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المقالة: يا رب، ميعادك الذي وعدت به في كتابك. ويجمع حول الأربعة الطيبين عليهم الصلاة والسلام الأنبياء والملائكة والمؤمنون، ويقولون هذه الكلمة بعدما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يسجد النبي ويسجد الوصي ويسجد سيدا شباب أهل الجنة، ويقولون القول الثانية: يا رب اغضب، فإنه قد هتك حريمك وقتل أصفياؤك وأذل عبادك الصالحون. هذا الشيء يحدث في كل جمعة، مئات السنوات في كل جمعة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المقالة، ينتظر خروج حفيده، والأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام ينتظرون خروجه. ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله الأنبياء انتظروا هذا اليوم، وتطلعوا وتشوفوا إلى هذا اليوم الذي يظهر هذا النور، وهو نور الله سبحانه وتعالى. وأشرقت الأرض بنور ربها. تكليف رسول الله: بلغ،
تكليف رسول الله إنما أنت منذر، تكليف رسول الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. تكليف حفيده شيء آخر، تكليف حفيده تطبيق ليظهره على الدين كله، ليطبق دين رسول الله صلى الله عليه وآله الكامل. علينا شيئان: أداء الواجبات من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، من خدمة دين الله، من خدمة أهل البيت، من التضحية في سبيل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من توجيه الناس، من المحافظة على الدين أول. الشخص يحافظ على دينه أولا، يحافظ على دين أهله ثانيا، يدعو الناس إلى الدين ثالثا، توجيه الناس إلى هذا الدين، هذه واجباتنا. بالإضافة إلى ذلك الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بتعجيل الفرج، أما لا ينحرف، هذا أولا. وثانيا انتظار الفرج، أداء الواجبات التي أرادها مولانا أرواح العالمين فداه منا، والانتظار. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، أحب الأعمال عند الله عز وجل انتظار الفرج. صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا. إلينا أيها الثاوي برضوى، بنا قد ضاق صدر الخافقين. إلينا أيها الثاوي برضوى، بنا قد ضاق صدر الخافقين. هذه الآية عجيبة، تبين صفقة بين الله تعالى وبين النبيين في عالم الميثاق. الله قال للنبيين: يا من اصطفيتكم للنبوة من آدم إلى عيسى، أعطيكم نبوة وحكمة، يعني أعطيكم أمرين في مقابل أن تعطوني أمران. صفقة، الله عقد معهم صفقة، أمران في مقابل أمرين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. شوفوا، لما آتيتكم، أعطيكم، هاي الطرف الأول من الصفقة، أعطيكم نبوة وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، تكونون على دين محمد، ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آل عمران 81. طبعا هسه الأنبياء يكونون على دين محمد مفهوم، لكن ينصرونه كيف؟ ينصرونه من خلال الإمام المهدي. ولهذا هذه الآية مرتبطة بالإمام المهدي عليه السلام، باعتبار أن عيسى ينصر الإمام المهدي كما ذكر ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، ويقول هذا متواتر عن النبي، يصلي خلفه ويعينه، يعين الإمام المهدي. وهكذا إلياس، وهكذا الخضر، وهكذا إدريس وغير ذلك. صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا. يا المؤمل جينا نسأل، يمت مولاي الفرج، برضوى أم سواها أنت يا شبل الحجاج؟ كل موالي رافع يده وبدع الندب عراج. يمت يمت تلفي يمت سيد تروي المهاج، ما صبرنا وانكسار يمت تظهر عالبشار، ما صبرنا وانكسار يمت تظهر